وبمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على البث التلفزيوني في مملكة البحرين، يسرنا أن ينضم لنا في استوديو مركز الأخبار الجديد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام. أهلا بك سعادة الوزير ونبارك لك هذه الانطلاقة. أهلا بكم وبارك لكم هذه الانطلاقة الجديدة وتشريف سيدي سمو العهد لي أبناء استوديو الأخبار الرئيسي، ومبروك لكم هذه المناسبة. الله يبارك فيك. بداية سعادة الدكتور، ما هي دلالة زيارة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المعظم ولي العهد إلى وزارة الإعلام هذا اليوم؟ في الحقيقة زيارة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة الإعلام هي من أسعد الأيام، ولا شك أنها ستسجل في تاريخ هذه الوزارة وتدوم في سجل زيارات ولاة أمر هذه البلد الطيبة لوزارة الإعلام، وما يمثل في الحقيقة الدعم المتواصل من سموه لمنظومة العمل الإعلامي لدعمها في خدمة المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وما تشهده مملكة البحرين من نهضة حضارية بمساندة سموه. الحقيقة أيضا زيارة سموه تأتي تتويج لمرور 50 عام على أول بث تلفزيوني في مملكة البحرين، وهذه مناسبة أيضا يعني نرفع فيها التهاني والتبركات إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وإلى سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. فهذه الحقيقة الزيارة مليئة بالمضامين، تلقينا التوجيهات فيها باستمرار العمل وبذل الجهد، وخصوصا في الكلمة اللي تفضل فيها سيدي سمو ولي العهد إلى جيل الشباب لما قدم كلمة خلال لقائه في القناة الإنجليزية 96.5 بحرين راديو، كانت مليئة بالحكمة ومليئة بالتحفيز لجيل الشباب أنهم يقدمون الأفضل لمملكتهم ولنفسهم، بأنهم دائما يجعلون البحرين نصب عينهم والتميز سبيلهم إلى تحقيق النهضة لهذه البلد الطيبة. نعم. سعادة الوزير، بوجهة نظرك ما هي القيمة التي من الممكن أن يضيفها مركز الأخبار الجديد وأيضا مبنى الإذاعات الخاصة الجديد كذلك؟ والله مبنى الأخبار أو استوديو الأخبار الرئيسي الجديد هو يعد الأكبر من نوعه على مستوى القنوات الرسمية كمركز أخباري، فحجمه يقارب 3 أضعاف الاستوديو السابق، ومن حيث الارتفاع فهو ضعف الاستوديو السابق، كما أن الحائط حائط الفيديو اللي موجود خلفنا يعد 5 أضعاف حائط الفيديو اللي موجود في الفيديو في الاستوديو السابق. حقيقة جميع هذه المميزات تتيح لإدارتكم ومنسوبي إدارتكم أنهم يقدمون برامج متنوعة بزوايا مختلفة من هذا الاستوديو لاستغلالها استغلال أمثل، ويمكنهم من استخدام التقنيات المتطورة اللي موجودة في هذا الاستوديو وأبرزها تقنية الواقع المعزز، ويمكن استعراضنا جزء منها في نشراتكم الإخبارية السابقة، وكيف أنها ممكن تدعم إيصال الصورة والخبر إلى المشاهد بطريقة متقدمة وجديدة. هذه أيضا الاستوديو مزود بكاميرات بتقنية 4K، وهذه هي يعني التقنية إن شاء الله بإذن الله اللي نطمح إلى أن تكون كل استوديوهات الوزارة متزودة بها في المرحلة القادمة. وأيضا أنا أشكركم أيضا وأبارك لكم أن انطلاقتكم الجديدة من هذا الاستوديو سوف تتضمن أيضا نشرات جديدة فرعية، سواء كانت المتعلقة بأخبار التنمية المستدامة أو النشرة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية أو الرياضية أو الثقافية، جميعها هذه أمانة المرحلة اللي طافت شهدت تدريب مكثف لمنتسبي هذه الإدارة لتقديمها بأفضل صورة ممكنة للمشاهدين. أما فيما يتعلق بمبنى الإذاعات الخاصة، يعني هذا المبنى مصمم بطريقة حديثة ويستضيف 6 استوديوهات لأنها تكون تشغل من قبل القنوات الخاصة،
واليوم الحقيقة نشوف أن أحدث التقنيات كانت موجودة فيه وتم تصميمه يعني وتجهيزه بأفضل التقنيات. وبمناسبة تشريف سيدي سمو ولي العهد بزيارة مبنى 6 استديوهات أيضا تم تدشين تقنية الداب بلس، وهي أول بث رقمي للإذاعة بعد يعني أو أول الخطوة القادمة بعد الاي ام والاف ام اللي هما بث تناظري الانالوج، فننتقل كبث إذاعي من الانالوج إلى ديجيتال. هذه خطوة مهمة في تاريخ إذاعة مملكة البحرين. فجميع هذه الإمكانيات في الحقيقة وجميع هذه يعني كل الدعم اللي نحصله في الحقيقة من قيادة مملكة البحرين تحملنا مسؤولية في المرحلة القادمة، سواء في قطاع التلفزيون أو في قطاع الإذاعة، أن احنا نبذل المزيد ونبذل أقصى الجهد ونستمر في العزم لأن نقدم محتوى يرضي الجمهور ويعني يوصل إلى تطلعات المتلقي. نعم. إذن سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، كل الشكر والتقدير لك لحضورك معنا هنا في استوديو مركز الأخبار الجديد. شكرا. مشكورين ومبروك لكم مرة ثانية. الله يبارك.
هذه المؤسسة على العمل المخلص والحماس للعمل بالوفاء إلى بلدهم، إلى دينهم، إلى تراثهم، وهذا ظهر في كل زاوية من زوايا هذا المجمع الإعلامي. ما في شك أن الكمال هو هدفنا، من الصعب أن نوصل له الآن في الفترة الوجيزة، لكن بإذن الله بالجهد راح نوصل إلى المستوى المرضي، وأنا لا أشك في هذا، والله يوفق الجميع إلى الأحسن، ومشكورين مرة. 50 عاما من السعي إلى الكمال كانت شاهدة على رحلة تميز وعطاء يحلق فيها اسم الوطن إبداعا في السماء، حيث شهدت البلاد لحظة تاريخية عند البث الأول لتلفزيون البحرين. تمثل هذه البدايات كل معاني الحياة من خلال الاستوديوهات البرامجية والإخبارية التي تسخر بتجهيزات فنية ولوجستية، جعلت من تلفزيون البحرين يأخذ دوره الريادي كأول تلفزيون ملون في المنطقة، وأول تلفزيون يقدم نشرة أخبار باللغتين العربية والإنجليزية. ولم تكن هذه الإنجازات الريادية إلا انطلاقة لها ما بعدها، حيث شهد التلفزيون طفرة إنتاجية غزيرة كان فيها التألق أمام الكاميرات وخلف الكواليس هو عنوان المرحلة. وتمكن هذا الإنتاج المحلي المتواصل من صنع أعمال أيقونية لا تغيب عن ذاكرة الأجيال. وقد شهد الإعلام البحريني قفزة نوعية على كل الأصعدة في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، حيث تم افتتاح مركز الأخبار الذي كان على موعد استثنائي مع تغطية الفعاليات الكبرى على مدار الأعوام بكفاءة ومسؤولية. وتواصلت الجهود في مواكبة التقدم بتدشين استوديوهات الإنتاج الجديدة وافتتاح القرية التراثية وتوسعة الخيارات الإنتاجية والفنية. شكل هذا السعي حافزاً لمواصلة المسير، حيث كان شعار حب التحدي وعشق الإنجاز دافعاً رئيساً في شحذ الهمم وكتابة فصل مهم في صفحات التاريخ يبدأ بصناعة مستقبل أفضل لتلفزيون البحرين الذي يدشن استوديوهات جديدة. وهذه 50 عاما جديدة نبدأها من الآن ونواصل فيها السعي إلى الكمال.